حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا التواصل الجديد عبر تلفزيون المجلس وبرنامجكم الأسبوعي برنامج إسراي، وضيف جديد في هذا البرنامج أكيد كان له إسهامات كثيرة ومضيئة في خدمة دولة الكويت. وأرحب الليلة بضيفتي الكريمة الدكتورة معصومة المبارك النائب الوزير الأسبق، حياك الله معنا دكتورة. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا. الله يبارك فيك دكتورة. يعني بداية راح أبدأ معاك من اسمك معصومة، من اللي سماك معصومة، الوالد ولا الوالدة، وهل له قصة أو لا؟ أعتقد أنها الوالدة، لأني في مرحلة من المراحل حسيت أن اسمي وايد طويل مقارنة بأسماء مثلا بنات خالتي، أمل، نوال، إقبال، صديقاتي سارة، مريم. أقول لها يما ليش يعني هالاسم اخترتيه؟ كانت تقول يما العصمة المعصومة، من ندعي الله أن يعصمك من كل شر. فاقتنعت بكلامها وظل اسمي. ما غيرتي؟ لا ولا يعني لنية. يعني بعض الناس دكتورة مقتنعين بالاسم لأن إرادة أبوه أو أمه اختياره، لكن مع الوقت ممكن يحس أن اسمه، يقول لك اسمي مثل ما تفضلتي قبل شوي، اسمي طويل، اسمي كذا، اسمي، فبعضهم يعني يفكرون بهالتفكير. يعني لا، ربما فكرة بين يوم وآخر تراودني، لكن أني أعزم على أني أغيره أبدا أبدا أبدا. طيب لا دكتورة، خلاص بعد صار اسمي اسمك معي. يعني دكتورة ودي أتكلم على نشأتك وعلى يعني اللي تذكرينا من خلال طفولتك. من أي ناحية تبي؟ النشأة، بداياتك. دراسة، إحنا كنا في منطقة شرق، فالدراسة كانت الابتدائية في مدرسة خديجة في منطقة شرق، ثم الوسطى للمرحلة المتوسطة بدايتها، بعدين طبعا صار عملية التثمين وما إليه، وانتقلنا إلى منطقة أخرى في كيفان إذا ماني أنسى ماني ناسية. فدرست في مدرسة الجزائر، ثم هي كلها بالمتوسطة، وبعدين الخالدية المرحلة الثانوية، وعقب حولوها إلى جامعة فحولونا إلى المرقاب، ثانوية المرقاب. فهذه التنقلات اللي كانت أول يعني بسبب التثمين وبسبب التنقلات العائلة من بيت إلى بيت. لكن في كل مرحلة يعني تقريبا كان النقل جماعي، فما كنا نفقد صديقات أو زميلات، فكان النقل ننتقل بمجموعات بالضبط. وكان عندنا في المرحلة تلك يعني بالثانوية كلها بالكويت عندنا ثانويتين، الخالدية والمرقاب. حولوا الخالدية إلى جامعة فحولونا كلنا إلى المرقاب. فهذه الكويت الصغيرة أول، فبالتالي ميزة لها أن الكل ما يتفرق، الكل مع بعضنا البعض، وعلاقات حميمة. صراحة أنا صداقاتي السابقات حتى من أيام المرحلة الابتدائية إلى اليوم معي نفس الصديقات، ويعني علاقات حلوة. ما شاء الله. يعني غير الحين حتى نظام اللي تغير. شو اللي تغير دكتورة؟ تغير لأن الكل صار، نظام التعليم صار هم كذلك متغير. الكويت ما شاء الله تسعت، فصار عندنا يعني في كل منطقة مدرستين وثلاث للمرحلة نفسها، فبالتالي يعني فيها هذا يعني مساوئ كبر الحجم تظهر على العلاقات. نية بالنسبة للجامعة، الجامعة أول كنا ننتقل نظام الفصلي، فما كان نظام المقررات الآن، فنظام الصف نفسه، الصف كله ينتقل لسنة ثانية، لسنة ثالثة، لسنة رابعة، فصداقات حميمة، صداقات عمر نسميها. اليوم حتى أسأل طالباتي أقول لهم عندكم صداقات وكذي، شاي يقول إلا يعني قلة، لأن دائما يتنقلون يعني حسب المادة مو حسب الصف. فيعني هذه يمكن بعضها، بعض الأمور اللي أثرت على العلاقات والصداقات. جميل. يعني دكتورة سافرتي إلى الخارج لاستكمال دراستك الجامعية، في هذاك الوقت لم يكن يعني محببا يعني أو قليل يعني فكرة سفر المرأة الكويتية بعاداتها وتقاليدها والمجتمع اللي نعيش فيه للخارج. كلميني على هالجانب. طبعا شوف، يعني أنا ما رحت للمرحلة الجامعية،
يعني البكالوريوس كان في جامعة الكويت. لأن ما كان أصلا أفكر أني أفاتح الأسرة في أني أنا أسافر برا، لأن مثل ما تفضلت ما كان مقبول في العموم، رغم أن في بنات كثار سافروا في مراحل حتى قبلي، لكن طبيعة كل عائلة تختلف عن الأخرى. بالنسبة لعائلتي هذا الموضوع يعني حتما لا، فعليه ما كان يعني فيها مجال أني أجازف حتى وأسأل. فلما يعني وأنا بالمرحلة الرابعة ثانوي افتتحت جامعة الكويت وكان فيها تخصصات التقليدية العادية، فقاعد أقول والله يعني الواحد شنو ممكن يختار عندك ساعة بعدي من ثالثة بروح رابعة ثانوي، فأفكر يعني للسنة الجاية لما أروح الجامعة شنو اللي ممكن أختار، ما كنت أستسيق ولا أي من التخصصات. فعليه لما جيت سنة رابعة بالجامعة بالثانوي افتتحوا قسم العلوم السياسية والاقتصاد كان ذيك الساعة، وقسم التجارة وقسم الحقوق. فطبعا هذا بالنسبة لي باب فرج، لأن في السابق أدور على تاريخ ولا جغرافيا ولا لغة عربية أو تربية، يعني ما كانت تخصصات يعني تستهويني. فلما تم فتح قسم العلوم السياسية طبعا كان هذا الاختيار الأول، فحتى لقيت شوية معارضة من أخوي الكبير ذيك الساعة، والدي الله يرحمه توفى، فكان يعني شاف بأن هذا التخصص، هو حسب قناعته أن هذا التخصص ما يصلح حق بنات. قلت له لا بس أنا أحبه، قال لي لا ما في مسألة تحبينه، تروحين يا تاريخ يا جغرافيا، يعني رداني على التخصصات لهذا. قلت له خلاص عيل أنا أقعد في البيت ما راح أدرس. فلما شاف أن الموضوع خلاص إما هذا التخصص أو أني بلاها، فقال يلا روحي بس أنت اللي راح تندمين. وهل فعلا كنت دكتورة يعني ممكن تقعدين في البيت؟ لا كانت بس لا نفرض أن يعني العصا والجزرة ألوح فيها. لا هي كانت نوع من إظهار التمرد خلينا نقول المبكر في ذاك الوقت، وكنت أعرف أنه هو يعني سمها وأحس فيه أنه هو راح يلين، لأن والدي كان توه متوفي صار له أشهر، فما يبي يكسر خاطري زيادة. وكنت أقول له يعني كنت أقول له أنت الحين بس شفتني يتيمة وقمت تتفرعن علي أو تمارس دور الأبو علي. فالمهم راجع نفسه ووافق على الموضوع ودخلت لهذا، بس طب حذرني قال لي أنت اللي راح تندمين. قلت له إن شاء الله خلاص أشوف أنا شنو اللي أسوي، إذا ندمت أحول أي تخصص آخر، لكن الحمد لله مشينا. الحمد لله. شنو الشيء يعني أكثر شيء استفدتي من الغربة دكتورة؟ من الغربة والسفر. طبعاً هذا في مرحلة الماجستير. ما تسوي دكتورة؟ بالضبط، يعني بعد البكالوريوس اشتغلت سنة أو سنة ونص في معهد التخطيط، لا يسمونه المجلس الأعلى للتخطيط، وأخذ دبلوم تخطيط. زوجت، فكانت هذه يعني باب فرج خلينا نقول. أول شيء يعني مع القادم لحياتي قلت له ترى أنا أنوي أتقدم لدراسات عليا، ويعتمد على موقفك توافق ولا ما توافق، وبناء عليه أنا أوافق عليك أو ما أوافق. فقال لا بالعكس أنا معك على زواج مشروط، يعني نقول يعني كان نوع من الدعابة، بس لا هي والله كانت أكثر من دعابة. يعني كنت أقصدها بطريقة بأن فعلا أو أحفزة ربما أن أنا هذه ميولي، وأنت يعني وجودك بحياتي قد يكون يسهل أني أروح برا. فالحمد لله الله وفق انتقلنا إلى أمريكا. فطبعاً تسألني شنو استفدت من الغربة، أعتقد أن الغربة مدرسة، يعني سواء لي أنا شخصياً كوحدة أول مرة تطلع غير السفرات البسيطة، أن أطلع أبتعد عن العائلة هذا الابتعاد،
وأول مو مثل الحين، الحين الواحد يروح أمريكا أولاً المسافة صارت أقصر، التواصل أسهل وأسرع ومستمر. يعني اليوم ما شاء الله العائلة مع الابن أو البنت اللي تكون سواء في أمريكا أو في أي دولة 24 ساعة هم على خط التواصل. صحيح. أول إحنا طبعاً عندنا يوم بالشهر اللي نتصل بالتليفون، لأن طبعاً كلفة التليفون وايد عالية، ومكاتيب يوم مرة بالشهر لأن كلفة عالية بالنسبة لنا إحنا كطلبة، ويوم مرة واحدة بالشهر اللي نتصل في العائلة اتصال تليفوني. غير هذا كنا نتصل عن طريق المكاتيب الرسائل في ما بيننا وبينهم. فالغربة علمتنا الصبر طبعاً، كون إنك تظل ما تكلم والدتك أو والدك طول الشهر هذا يعلمك شلون إنك تتحكم بنفسك وإنك تصبر. فتعلمتنا الصبر، علمتنا الاعتماد على النفس، علمتني أنا شخصياً علمتني إدارة بيت، إدارة بيت لأن كان عندي طفلة. فكل هذه الأمور يعني تعلمتها بالغربة. أعتقد لو أني قاعدة بالكويت وما سافرت الأمور ستكون مختلفة تماماً. تعلمت فيها الطبخ وهذا شيء طباخة ماهرة الحمد لله. يعني طبعاً بالبداية وايد صار في مقالب وايد صار في خلينا نقول اكسيدنتس طبيعي جداً. لكن في نهاية الأمر يعني تعلمت كل شيء. تعلمت شلون أربي ياهل وأدرس وأنظم وقتي، شلون هذا الإنسان وأنا ممنونة له اللي هو زوجي، إنه هو فعلاً كان خير سند لي في الغربة ولبنتي، لأن كان متعاون جدا وكنا نقسم وقتنا. هو ياخذ كورسات اللي بالليل أو المساء يعني، وأنا أخذ كورسات الصبح، وهو يقعد مع الياهل أو أنا أقعد مع الطفلة. فيعني الحياة كانت فعلا شراكة. فلما نقول إن الحياة الزوجية شركة، بداخل البلد ما تصلح هذه الأمور، لكن لما نكون بالغربة راس براس وما عندك بديل ولا عندك خدم تتضح أكثر وتؤكد أكثر دكتور. بلا شك بلا شك، والأثنين يتدربون ويتعلمون مع بعضهم البعض. فأنا يعني أعتقد أنه مو بس أنا كتجربة مريت فيها، كل اللي سافروا للدراسات العليا وكونوا عائلة في ذات الوقت مروا في نفس التجربة بنفس الظروف، وبالتالي يعني نجحوا في حياتهم. أكيد متواصلين مشاهدينا الكرام ومتواصلين مع ضيفتي الكريمة دكتورة معصومة المبارك. فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام ومتواصلين معاكم في برنامج إسراي وضيفتي الكريمة دكتورة معصومة المبارك. حياك الله معنا دكتورة مرة ثانية. حياك وسلم. يعني دكتورة تكلمنا عن يعني فترة الدراسة الماستر والدكتوراه في الخارج، وعن الغربة وعن آثار الغربة وكيف صقلت الغربة شخصية دكتورة معصومة المبارك. يعني أنهيتي الدكتوراه وعملتي في الجامعة وتطليب عفوا وتدريس الطلبة. التعامل دكتورة مع الطلبة وأنت كنت طالبة ويمكن فترة قصيرة للماستر والدكتوراه، إيه فالتعامل مع الطلبة هل كان في تقبل؟ هل كان أنت من نفسك واجهتي صعوبة معينة دكتورة أو لا؟ لا أبدا، لأن كان بالقسم أستاذة من جمهورية مصر العربية، فبالتالي ما هو غريب عليهم أن تي تدرسهم امرأة. فبالتالي لا أنا اللي استشعرت الحرج معهم كطلبة سواء بنات أو شباب، ولا هم استغربوني. يمكن في البداية يحبون يختبروني يعني دكتورة توني جاية وصغيرة بعدي، فكانوا يعني يحاولون أنهم يختبرون، ولليوم طلبة عموما يختبرون الأستاذ. فلا مشيتهم على الصراط المستقيم، لا ما كان أي نوع من لا القلق لا لي ولا لهم أعتقد على الإطلاق. ترأست قسم العلوم السياسية في عام 85، هل
هل كان هذا الأمر في أريحية من قبل زملائك الدكاترة، ولا كان في نوعا ما هم في حساسية وفي صعوبة وإلى آخره؟ ومثل ما قلتي قبل شوي، ممكن بعض الأمور لازلنا نعيشها ونلمسها من قبل الطلبة والدكاترة. شوف، في بعض أنا مسكت القسم مرتين. أول مرة يمكن يعني بالنسبة لي كأول تجربة رئاسة قسم، أنا بالنسبة لي كنت يعني شوي يعني بين التجربة والخطأ مع الزملاء، لكن أمانة كانوا هم يساعدوني، فمرت السنتين بأمان وسلام، وما كان في أي نوع من المطبات مع الزملاء. بالعكس، كانت يعني لأن نشوف الجانب الأكاديمي غير الجانب الإداري البحت. يعني يمكن رئيس قسم أو مديرة في وزارة يمكن في بعض الامتعاض، لكن بالنسبة لي على مستوى الجامعة لا، فيها نوع من مثل ما تفضلت، فيها أريحية على أساس أن كلنا يعني وصلنا مرحلة أن نتجاوز هذه المشاعر الذكورة والأنوثة في الأمور هذه. المرحلة الثانية لا، المرحلة الثانية لما استلمت رئاسة القسم لا، كان فيها يعني ثقة أكبر وقرارات شوية حازمة أكثر من المرحلة الأولى، لكن مش الحال. دكتورة، يعني قدرتي تفرضين نفسك كناشطة سياسية ومدافعة شرسة عن المرأة الكويتية، يعني لدرجة أنها وصلت مع دكتورة معصومة المبارك ومع ثلاث أخوات فاضلات في الاعتصام أمام مجلس الأمة، وكان في معارضة شديدة لهذا الأمر وعدم تقبل هذه طبعاً الفكرة. ودنا تكلمين عن 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 هذا الاعتصام وسببه، وتذكري لي إذا تذكرين منه كان معك. طبعا احنا كناشطات خلينا نقول ومطالبات بالحقوق السياسية للمرأة، يعني من وصلت انا من رجعت من البعثة في اخر 82 إلى تلك الوقفة اللي وقفنا فيها، فقط كنا أربع أخوات أمام مجلس الأمة، يمكن 20-30 اعتصام خلال هذه الفترة كلها اللي هي من الثمانينات إلى الوقفة اللي كانت في 2000 أظن 2 أو 3 نسيت يعني. المهم على كل، في هذا الاعتصام طبعا كنا دائما نعتصم يوم افتتاح دور الانعقاد او الفصل التشريعي، على اساس ان في صاحب السمو يمر، ان النواب يجون في اول دور انعقاد لهم فصل تشريعي، فنذكرهم بقضيه المراه، وكان ربعك خبر خير ولا لهم يعني امل بانهم يلتفتون لهذه النقطه. انا اتكلم عن المعارضين. في هذا الاعتصام دعينا إلى اعتصام أمام المجلس لكل النساء، تبين أن يمكن اليأس دخل فيهم، يمكن الأحباط، يعني سميها اللي تسميها. فلما وقفنا ويايبين اليافطات فقط كنا أربعة، أنا، دكتورة فاطمة العبدلي، دكتورة حاليا دكتورة غدير أسيري، و جهان معرفي أربعة واقفين، وأذكر واقفين بهذه قبل اللفة بشوي، فواقفين وشايلين الإشارات والرايحين والجايين بالسيارات مستغربين طبعا، وين ربعكم؟ فتشوا عنكم، خلاص انسوا هالقضية. فهذا نوع من الإصرار اللي داخلنا أن هذا الموضوع يجب ألا ينسى، ويجب أن إحنا في كل فرصة أن إحنا نأكد عليه، وأن نذكر عموم الشعب الكويتي ليس فقط النساء بل كذلك الرجال بأن هناك حق مغتصب لا بد من عودته، وإحنا لن نيأس. كنت متفائلة رغم هذه المعارضة الشرسة؟ والله بين فترة وفترة ساعات يكون عندي التفاؤل عالي جدا، ساعات يدب فيني بعض الأحباط، ولكن بالتأكيد لم يصل إلى مرحلة اليأس، لأن لو كان يأس لما ظهرنا في تلك المظاهرات والندوات والمؤتمرات سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. فيعني كنا شايلين هذه القضية فعلا قضية وطن وليس فقط قضية امرأة.
شو اللي مثلك دكتورة بعد صدور هذا القرار وإعطاء المرأة حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب؟ طبعا حلم تحقق. احنا خيبات الأمل يعني صابتنا أكثر من مرة، لما صاحب السمو أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه أصدر المرسوم بقانون 9/99 كنا نطير من الفرحة بأن هذه هي الفرصة، بأن القيادة السياسية إلى جانب المرأة وجانب المطالبة بتعديل هذا القانون المعوج واللا دستوري. فعندما يصل الأمر إلى أن صاحب السمو أمير البلاد يصدر المرسوم بقانون 9/99 ويعدل في المادة الأولى من قانون الانتخاب، وعلى فكرة بس لازم أجيبها هذه، إن في هذه الفترة كان في حل لمجلس الأمة، وكنت أكتب في ذاك الوقت، والله هو كان في جريدة الوطن ولا في جريدة الراي ما أذكر، لأن أنا كتبت في كل جرائد الكويت، ما أذكر في أي جريدة كتبت، فكتبت أن لا حل لقضية المرأة إلا بإصدار مرسوم بقانون. فبعد أيام قليلة ويصدر المرسوم بقانون، والمقالة بعدها عندي موجودة، والمرسوم بقانون مصور معاها في ذات البرواز. فلما صدر المرسوم بقانون كنا نرى بأن هذا هو الحل، وسوف تدخل المرأة من أوسع الأبواب للحياة السياسية. ولكن للأسف الشديد أن مجلس الأمة عندما عاد للانعقاد بعد إجراء الانتخابات صوت لغير صالح هذا المرسوم، وكانت خيبة أمل. لكن لما دارت الأيام 6 سنوات عقبها من 1999 إلى 2005، في نفس اليوم 16/5 يصدر هذا المرسوم، وهو تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب، ليس مرسوم، القانون تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب. بالتأكيد مثل ما قلت لك، كأنما حلم تحقق للمرأة الكويتية، كنا نسعى بكل جهد، وكنا يعني نصل في مراحل إلى مراحل الانكسار ومراحل خيبة الأمل، ولكن نرد ونقوم ونطالب. فمثل هذا النجاح هو نجاح الديمقراطية الكويتية، وليس للمرأة الكويتية، نجاح الديمقراطية الكويتية، أن الديمقراطية الكويتية أخيراً أصبحت ممثلة بالمرأة والرجل. أشعر أني أطير طبعاً. هذه المقولة وهذه العبارة اللي قالتها دكتورة معصومة المبارك أثناء اختيارها وتوزيرها في حكومة دولة الكويت كأول امرأة تتواجد في العمل السياسي طبعاً. عن طريق وزارة لها قصة دكتورة، هذه استدعاك يعني رئيس الوزراء آنذاك، فأنا ودي أسمعها منك. اتصلوا فيني في مجلس الوزراء، كان أظن يوم 12/6/2005 اتصلوا فيني مجلس الوزراء، وكان أبو عبد الله عبد اللطيف الروضان الله يمسيه بالخير، فقال لي دكتورة إذا ممكن تتفضلين عندنا بالتليفون. قلت له خير، كان يقول سمو رئيس مجلس الوزراء بيقابلك. قلت له طيب أنا الحين في مدرسة، وفعلا أنا كنت في مدرسة بنتي بنقلها من مدرسة إلى مدرسة، قلت له حاليا أنا الحين في مدرسة بنتي، فخلي باكر ما يخالف. أي قال لي شنو باكر تيين، لازم اليوم تيين، الحين تيين. ف يا ربي يعني ما قالتش لا 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 أبدا، ما ياب سيرة بتاتا. فظليت يا ربي شنو اللي ممكن يبوني عشانه. احنا نقدم برامج لتدريب سواء لوزارة الخارجية في قسم العلوم السياسية، نقدم برامج تدريبية سواء للموظفين في مجلس الأمة او في مجلس الوزراء ووزارة الخارجية. قلت ربما يبوننا لهذا الأمر، بعدين قلت يعني سمو رئيس مجلس الوزراء يطلبنا عشان برنامج، لا ما ادري، خل اروح اشوف شنو اللي اكو. بالطريقة انا اتصلت بزوجي، قلت له الموضوع كيت وسمو رئيس مجلس الوزراء طالبني انه بيشوفني. هو قال لي ليكن انه بيختارك وزيره.
قلت له يا ولد الحلال وايد اكو ناس لا ما بيختارني انا بس خليني اروح واشوف. فالمهم رحت هناك فعلى طول الله يطول بعمره طلع لي من مجلس الوزراء في الاستراحه الصغيره وقال لي دكتورة عقب ما سلم طبعا وحيا وهو دائما بشوش ودائما ويها يبشر بالخير عسى الله يحفظ يا رب. كان يقول دكتورة ايش رايك تصيرين زميلة لنا؟ قلت له نعم. كان يقول ايش رايك تصيرين زميلة لنا؟ قلت له وين؟ يعني فعلا انا كنت قاعد اتكلم بهذه الطريقة ما اقول لك اني قاعد اتصنع ولا هذا لان مفاجأة لي. كان يقول في مجلس الوزراء. قلت له أنا وزيرة؟ قلت له أنا قاعد أحلم ولا فعلاً؟ كان يقول لا فعلاً أنت راح وقع عليك اختيار وأنت راح تكونين إن شاء الله معانا وأبي أسمع رأيك. قلت له طويل العمر أنا من يدين كذي ليدين كذي ما عندي أي مشكلة. كان يقول ما سألتي أي وزارة؟ قلت له أي وزارة مو مشكلة أبيض وجهك. فيعني كان مفاجأة سارة لكنها صادمة بفرحة. يعني ما كنت مهيئة لها لا نفسيا ولا ذهنيا بتاتا. فالمهم قلت له طيب قال الحين وين بتروحين؟ قلت له بروح الجامعة لأن عندي كلاس طلبة الصيفي. كان يقول لا أي جامعة أنت من اليوم ما تروحين الجامعة. فيعني كان فعلا يعني شيء يفرح زيادة عن كلمة فرحة. دكتور راح أتكلم أنا أكثر عن هالموضوع وعن ردة الفعل أكيد. فاصل مشاهدينا الكرام وأستكمل حديث الشيق مع دكتورة معصومة المبارك. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام ومتواصلين أكيد مع ضيفتي الكريمة دكتورة معصومة المبارك. يعني دكتورة معصومة بعد توليك الخبر اللي تكلمنا عليه قبل شوي وأنك تحلمين قلتي لسمو رئيس مجلس الوزراء أنا ذاك سمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الحالي وبدأ المشوار السياسي للمرأة الكويتية بتمثيل الدكتورة معصومة المبارك. نبي نتكلم على ردود الأفعال في وقتها من قبل السيدات الكويتيات الداعمات للعمل السياسي والحقوق المرأة. طبعا كانت صراحة فرحة كويتية فرحة عارمة لنساء ورجال الكويت طبعا المؤيدين للمرأة. كان يعني تحول بيتنا إلى أقول لك عرس مفتوح للجميع رجال ونساء يجون يهنون ويباركون. والفرحة فرحة مو لي أنا حتى أنا بالنسبة لي يعني لم تكن الفرحة لشخصي وإنما يعني شيء أنت طالبت وناديت فيه سنوات طويلة وأخيرا وصلت باسم المرأة الكويتية. فكان فرحة كبيرة لكل من يؤيد إنصاف المرأة وإنصاف الدستور. فكان فرحة كبيرة احتفال مستمر لنا احنا يعني انا كنت عضو في الجمعيه الثقافيه النسائيه فكان احتفال كبير وتهاني وما الى ان تم طبعا القسم امام مجلس الوزراء وكان يوم اكثر من رائع ولاول مره ادخل مجلس الوزراء فكان يعني فيها من الفرحة والهيبة والترقب لأن أمور كثيرة تدور داخل ذهنك ودائما الواحد يعي أن إذا كان الأول في هذا المجال راح تكون الأنظار مسلطة عليه بل المجهر مسلط عليه المسؤولية أكبر طبعا بالتأكيد لأن أول امرأة يتم توزيرها بالتأكيد يعني علي أني أنا أثبت قدرة المرأة وقدرتي. يعني أنا حين حاملة المرأة على ظهري كلها نساء الكويت وتجربة المرأة الكويتية كلها أنا الحين اللي محط الأنظار هل تنجح هذه المرأة ولا لا تنجح. فكان أمانة يعني عبء كبير ولكن الحمد لله الثقة بالله أول شيء قبل كل شيء والثقة بالنفس الحمد لله. وكان صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت أميرنا الحالي أمانة كان يعني بدون أي مجاملة
داعم من الطراز الأول، يعني داعم لاختياراته عموما، ولكن كوني الامرأة الأولى وهذا اختياره، فكان أمانة جدا جدا داعم ومؤيد لي، يعني مثل خلينا نقول يعني كان كنوع من التدريب، ولكن كان تحت عينه وتحت نظره. بس أمانة شيء يعني دخول مجلس الوزراء في ذاك الوقت كان له هيبة وله ثقل، مش بس انك وزير ولكن امرأة تدخل شيء مهم. دكتورة، يعني ودي اتكلم عن استقبال الوزراء زملائك لك في المجلس في اول يوم عمل رسمي. طبعا الغالب الاعم كانوا محتفلين، احتفال دكتور انس رشيد كان طبعا هو من الاصل زميل بالجامعه ومن المؤيدين للمراه والداعمين لها، فكان انس رشيد وكان دكتور الاخ بهيثم فيصل الحجي، هذا من الاخوه اللي كانوا جدا مؤيدين، دكتور محمد الصباح، يعني كان مجموعه من الاخوه. اقول لك الغالب العام كانوا فرحين لوصول امرأة. طيب، لكن أعرف بدون ذكر أسماء، ما نذكر أسماءها، أعرف أن من بين النواب، من بين الوزراء، من كانوا نواب وكنا نزورهم في المجلس لنقنعهم بتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب، وكانوا يصرون على عدم تعديلها، وأحدهم قال، وكان ذاك الوقت في مجلس الوزراء قاعد، قال المرأة لن تدخل مجلس الأمة إلا على هذه الرقبة. قلت له لا إن شاء الله. فلما شفته في مجلس الوزراء قلت له مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله دخلنا دون ورقبتك بعدها سالمة. الحمد لله. فبالتالي يعني هذه الأمور يعني هي مرحلة فارقة في الحياة السياسية الكويتية، من رفض معلن مطلق للمرأة إلى أن أكون زميلة لهم في مجلس الوزراء، أمر يعتبر نقلة نوعية، نقلة فكرية، لكن تحققت. لكن تقول لي والله استقبال مجلس الأمة، لا، هي أمر آخر، قصة ثانية هذه. مجلس الأمة طبعا، لأن مجلس الوزراء أيا كان الامتعاض أو عدم الرضا فهو داخلي، لا يتم الإعلان عنه، بما أن القرار تم اتخاذه على مستوى رئاسة الدولة وعلى مستوى سمو رئيس مجلس الوزراء والمرسوم قد صدر، فبالتالي لم يكن هناك اعتراض في داخل مجلس الوزراء. الامتعاض فليكن داخل، ما حد يعرف عنه داخل. لكن في مجلس الأمة لا، كان الأمر عاصف. يوم دخولي إلى مجلس الأمة لأداء القسم كان يوم عاصف، وأنا على ثقة أن مجلس الأمة عندهم مثل هذا التسجيل، ويمكن تطلعون عليه وتشوفون الحالة الهيجان اللي كان فيها بعض الأخوة النواب. يعني مرحلة وعدت، لكن أذكر بكل تقدير وامتنان موقف صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك، عندما احتجوا، كان الاحتجاج معنون بعنوان بأن احنا نرفض وجود الدكتورة معصومة المبارك وزيرة لأنها دستوريا غير صحيح، قانونيا غير صحيح. ليش يا أخوان؟ لأنها غير مسجلة في جداول الناخبين. فوقف صاحب السمو سمو رئيس مجلس الوزراء آنذاك وقال أنا كذلك غير مسجل في جداول الناخبين. وقف الشيخ محمد الصباح وقال أنا كذلك غير مسجل في جداول الناخبين. فبالتالي يعني مثل هذا الدعم تحس أنك وراك ظهر تستند إليه، وقبول، وليس فقط ظهر، قبول ودعم وقناعة. فهذه طبعا ما أفصلها ولا أوصفها لنفسي، لشخصي، وإنما لقرار يسند المرأة الكويتية، وهذا فعلا اللي حصل. دكتورة، يعني توليتي ثلاث حقائب وزارية وكل واحدة أهم من الثانية، ولكن شنو الأقرب كانت لك؟ هي كلها حقائب غير تقليدية للمرأة. أي.
يعني لما نشوف المرأة في الدول العربية عموما وحتى الدول الأجنبية تولى حقائب ذات صيغة اجتماعية، يعني حقيبة الشؤون، مع احترامي طبعا الشؤون مهمة، لكن أقول لك هذه تقليديا كانت تعطى للمرأة، يمكن بين حقيبة تنمية إدارية أو ما شابه، لكن أن تتولى حقيبة تخطيط، حقيبة مواصلات، لم يحصل أن امرأة تولت حقيبة مواصلات، حقيبة صحة. فبالتالي كل هذه الحقائب أمانة في وقتها، يعني يوم اللي صاحب السمو قال لي بأن الحقيبة ستكون حقيبة تخطيط، قلت له هذا مجالي، لأن فعلا التخطيط حسب ما أنا أفهمه التخطيط يقوم على البحث والدراسات، على الإحصاءات، على النتائج، على تحليل، فهذه كلها أمور في مجالي البحثي. فعليه لما يعني صرت في وزارة التخطيط وأخذت مهمة التخطيط، فعلا لم أكن غريبة عليه، لم أكن غريبة على المجال نفسه. فتقول لي أيهم أقرب إليش؟ أحس التخطيط هي أقرب. التخطيط أقرب. لكن كذلك لما استلمت وزارة المواصلات، الوزارة غريبة جدا عني، المصطلحات لا أعلم عنها شيء، التكنيكال بارتس سواء في مجال التليفون أو في مجال الطيران أو كل هذه المجالات غريبة تماما علي. يمكن في البداية يعني كنت أدرسها دراسة، إلى أن تأقلمت معها خلال فترة وجودي بالوزارة اللي هي 7 شهور، أصبحت خبيرة في هذه المصطلحات وفي إدارة الوزارة. فبالتالي يعني أنا اللي بغيت أوصل له أن كل عمل بمستوى وزاري، عندما تضع في جهدك وفكرك وتتأقلم معه بكل تفاصيله، لن يكون غريب عليك، بل يعني ما أبي أقول كلمة تبدع فيه، ولكن راح تنجح فيه. وأنا أعتقد بأني الحمد لله قدرت أني حتى حقيبة وزارة المواصلات أدرتها إن شاء الله بما يرضي الضمير ويرضي رب العالمين. حقيبة وزارة الصحة طبعا ما كان عندي فرصة أني أتأقلم معها، لأن وزارة الصحة وزارة إلى اليوم هي وزارة متعبة إلى اليوم، وزارة فيها الكثير من الملفات المقلقة. فأنا أذكر وزارة الصحة أول ما استلمت الحقيبة وأقسمت في نفس يوم القسم، طلب من بعض النواب، قدموا اقتراح ونوقش الاقتراح أو أعلن وتم بصوتون عليه. شنو هو الاقتراح؟ أن يتم في تلك الجلسة فتح باب النقاش لملف العلاج بالخارج. فرفعت إيدي قلت له حق سعادة رئيس مجلس الأمة ألف رحمة عليه أبو عبد المحسن جاسم الخرافي، قلت له أنا أطلب، أنا الحين يعني قبل ربع ساعة أقسمت لم أدخل الوزارة ولا أعلم ماذا يدور في هذا الملف، من المنطقي جدا أني أنا أحتاج أني أدرس هذا الملف وأطلب تأجيل شهر. يا الله شنو صار؟ شهر إنها تعبث، إنها تتملص، إن تستجوب، يا ساتر. فإذا وزارة الصحة قاعدة أقول لك منذ اللحظة الأولى هي وزارة تحت مجهر النواب بالتحديد، وزارة يعني ملف العلاج بالخارج يمثل الوزارة للأسف. فلما يعني بذلت جهد فيها وقدمت التقرير وناقشنا التقرير، كان أول كلمة أقولها أني أنا أحترم حرص النواب، ولكن أني أعدهم بأن يتم تحويل الاهتمام من العلاج بالخارج إلى العلاج بالداخل. دكتورة، المحاور كثيرة والحكي معاك والكلام شيق، وتاريخ السياسي الحافل للدكتورة معصومة المبارك، الساعة ما راح تكفي والساعتين ولا الثلاث، يمكن وصلنا للختام. كلمة أخيرة للختام دكتورة.
اولا شكرا على هذا الاستضافه، واتمنى اني اكون يعني اعطيت نبذه بسيطه عن هذه المسيره، وبالاخص المسيره على في الكرسي الوزاري. كل ما اقولها لاهل الكويت كلهم وليس فقط للمتبوئين للمقاعد السياسيه سواء من وزراء او من نواب، ان الكويت في هذه المرحله بحاجه الى جهودنا جميعا، بحاجه الى ان نضع ايدينا بايدي بعض. المنطقه من حولنا، وصاحب السمو قالها في اكثر من مره، وقالها حتى في خطاب او في مرسوم حل مجلس الامه السابق، بان المنطقه من حولنا منطقه تغلي ومنطقه عاصفه، ف نحن أحوج ما نكون في هذه المرحلة بأن نلتف حول بعضنا البعض، وأن ننتصر الكويت قبل أي شيء آخر. الله يحفظ الكويت يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير لضيفتي الكريمة دكتورة معصومة المبارك. وصلنا معكم للختام، أكيد نلقاكم في الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ومع السلامة.